السعودية. الركلة لصالح توتنهام وتصويب الهدف. جول جوه جول. الهدف الأول لتوتنهام بقدم الهداف الكبير الرهيب النجم هاري كين. تصويبة قوية صاروخية بالقدم اليمنى. لقطة توقيع في لقطة ودية للإنتر. هجمة سريعة الشمال. عدى فات متل خطورة. هوب تصويب الهدف. الله 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 الله. جول. التعادل التعادل التعادل. ممتاز التحرك روعة بكل التأكيد. سرعة كبيرة سرعة رهيبة بقدم النجم الخطير الكرواتي إيفان بيريسيتش يسجل. مشاهدينا حول من ديلي آلي بدي خطورة. استلام جميل لاميلو والهدف. جول جوا جول. الهدف الثاني الهدف الثاني جميل. الهدف روعة مش ممكن. الله على التصويبة الله على الركنة الجميلة من نجم النجوم النجم الأرجنتيني إريك لاميلا يسجل هدف مزيكا. الله 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 على الهدف. مشاهدينا لعيب كبير خبرات كبيره وامكانيات رهيبه. بص شوف لاعبي ونجوم توتنهام اليوم بيعملوا ايه في لقاءات اليوم. هدف جميل بمهاره كبيره جدا. 20 بطوله محليه وثلاث بطولات اوروبيه. حقق مرتين الفوز بلقب الدوري. 8 مرات الفوز بكاس انجلترا. 4 مرات الفوز بكاس الرابطه. 7 مرات الفوز بلقب السوبر. متابعة والهدف. جول جوه جول جول بقدم النجم الجديد النجم الجديد فينسنت يانسن يسجل. مشاهدينا الهدف الخامس اليوم لفريق